كنا على موعد مع دورة استثنائية، هي فعلا استثنائية على اعتبار مجموعة من النقاط اللي لحد الآن ما كنعرفوش كيفاش تم التأسيس ديالهم. النقطة ديال إقالة كاتب المجلس، هذه النقطة جاب الرئيس مجموعة ديال المبررات أو التعليلات، هذا التعليل ديالو كان فاسدا، تعليلا ناقصا، تعليل يستند فقط على السياساوي، يستند فقط على ما هو توافقي داخل الأغلبية، لكن لا يستند على ما هو قانوني. وعندما نتكلم عن التعليل فالمشرع المغربي تحدث عن شيء، عن التعليل أنه يكون فيه الغياب المتكرر والخطأ الجسيم والذي يغير من طبيعة المقرر. ما عدناش هذه الأخطاء الجسيمة، وبالتالي هذه الإقالة ديال الرئيس ديال كاتب المجلس هي إقالة غير قانونية، تحتاج إلى تبرير، تحتاج إلى تعليل. وأنا أعتقد على أن سلطات الرقابة ستعترض على هذا المقرر. بالنسبة للمنع ديال التصوير ديال الصحفيين، هذا أصبح معروف على الرئيس الجامعة أنه عنده مشكل مع الشفافية، عنده مشكل مع الصوت والصورة، عنده مشكل خصو صحفيين أو خصو ناس اللي يعطيوه اللي يمشيو في التوجه ديالو، اللي يمشيو ويصفقوا له، ما خصوش الناس اللي تنقل الأحداث والأطوار ديال هذه الجلسة اللي هي في الأصل ديالها عمومية واللي يمكن لها تسوق لسكينة القصر الكبير باش يعرفوا أين تذهب الأمور داخل هذه الجامعة. هذا مشكل كبير عند السيد الرئيس، عنده مشكل مع الصحافة، عنده مشكل مع الشفافية، عنده مشكل مع الإعلام. كنظن على أنه يجب أن تتدخل المسؤولين في هذا الأمر ويتعطى الحق ديال الصحفيين كسلطة رابعة في هذا الإقليم، وتقوم بالنشر ديال هذه الجلسات واللي هي مهمة جدا بالنسبة للسكينة. بزاف ديال الأعضاء الأغلبية يخلطون الأخماس في أسداس، والرئيس يحاول تهريب الموضوع الحقيقي ديال الهيبة. حنا ملي كنهضروا على الهبه كنهضروا على واحد الحيازه الغير القانونيه التي تمت بعيدا عن مؤسسه العمل، مؤسسه الرقابه، بعيدا عن انظار المجلس، والسيد الرئيس تحوزها بطريقه غير قانونيه وخان امانه مغاربه العالم، هذه كنركز عليها. ثانيا تحايل على مؤسسه الجمارك لان هناك اعفاء الاستثنائي استفاد منه الرئيس عوض أن يتم إدخال المعدات إلى الجماعة والاستفادة من طرف الساكنة. الرئيس اختار بعد 6 سنوات أنه يديرها في مكان ديال الخواص، بعيدا عن المؤسسات، بعيدا عن الجرد ديال الممتلكات الجماعية، وهذا خطير جدا. حنا ملي كنهضروا على الهبة، هبة حنا سلكنا جميع المساطر، المسطرة الإدارية، سلطات الرقابة بخصوص هذه المسألة، اللي وصلنا أنه طلبنا طلب ديال تفعيل المادة 64 لأن هناك خرق خطير للمادة 92 من القانون التنظيمي 113/14. السيد الرئيس حوزها، استعمل المادة 94 خارج دائما القانون، وهذا خطير جدا. نحن ننتظر القرارات، لا القرار الإداري لا القرار القضائي، لأننا سلكنا هذا الطريقين من أجل أننا نطبق القانون في هذه البلاد، ولا أحد يعلو على القانون. الرئيس في وضعية غير قانونية واضحة وبطريقة فاضحة جدا، وبالتالي كنتمنى من الله يجيو مسؤولين اللي يطبقوا القانون، يكون المسؤولين اللي يطبقوا هذا القانون وتفعيل المادة 64 في حق الرئيس. حنا كنقولوا لهم حنا مع الساكنة، حنا مع الناس انها تزود بالماء والكهرباء. ما يمكنش انه أسر بغض النظر الطريقة ديال البني ديالهم، اي انسان بحقه الماء ومن حقه انه الكهرباء، وهذه اصبحت حاجيات ضروريه ودستوريه لاي مواطن في المغرب، حتى في العالم القروي كاين الماء والضوء. لكن حنا كنتسائلوا هاد اللوائح اللي تجمعوا ديال 840، حنا كنقولوا يجب التوثيق ديالها، يجب اننا نشوفوها في التيران، نشوفوها في الواقع. ما يمكنناش حنا ما عارفينش هاد الناس اللي هما معنيين بالربط الجماعي او الربط الفردي، لان هناك ناس اللي غاديين اللي كيقولوا، هناك كلام كيخرج الشارع، هناك طابلات اللي هما مقيدين في اللوائح، ما كاينش الناس ساكنين. حنا كنقولوا على انه يجب على السلطه ان تتحمل المسؤوليه في هذه المساله حتى نوقفوا هذا الهجوم ديال السكن العشوائي، لانه كيضرب الاقتصاد ديال المدينه، كيضرب المداخل ديال المدينه. فعلا خصنا نحلوا المشكل، لكن انه نحلوا المشكل في غياب الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء وهي المعنيه الاولى بهذه الاتفاقيه. هنا طرحت مجموعه من الاسئله، كاين مشكل تقني، واش الكاناليزاسيون ديال الوكاله لم تدوزها، واش تدوزها فوق الاراضي ديال الناس. هنا كنتسائل اين هذيك التسويه القانونيه اللي دارت للاحياء الهامشيه في الولايه السابقه. حنا اش كنديروا؟ حنا نخدموا
الرئيس كيشتغل على هذا الملف ببعد سياسوي ببعد انتخابي، باعتبار على انه الاماكن الهامشيه هي وعاء يختاره الرئيس دائما في الحملات الانتخابيه ديالو. في 2017 جابها وعندنا وثائق ديالها، جابها وحطها في بعض المستودعات ديال الخواص. فعلا جابها لبعض المستودعات ديال الخواص، هذا الشيء مرفوض. كان مفروض على الرئيس ان هذه الهبه من اللي جابها يجيبها للمجلس ويصوت عليها. الرئيس ما عملش هذا الشيء، الكاتب هو اللي خرج هذه المعلومه للاخوان في المعارضه، المعارضه دارت الواجب ديالها، دارت شكايه للسيد العامل، دارت شكايه للداخليه، دارت شكايه للوالي، حنا كنتسناو النتيجه وهذا هو السبب ديال الاقاله ديال الكاتب. حنا لا يمكن اننا نصوتوا على هذه الهبه. حنا كما يعلم الجميع اننا الدوره السابقه انسحبنا، حيت هذه الهبه شنو غادي تصوت؟ واش تصوت تقبل الهبه؟ واش غادي تصوت ترفضها؟ حنا لحد الساعه ما كنعرفوش هذه الهبه، غير كنسمعوا ان الهبه راه جابها الرئيس وحطها في بعض المستودعات ديال الخواص. مع العلم ان هذه الهبه كان الرئيس مفروض عليه يجيبها ويجيو الاعضاء ويطلعوا عليها ووزاره الصحه تطلع عليها، ولكن هذه الهبه مجرد اسم. حنا كنسمعوا الهبه راه هي في المستودعات في الطريق ديال العرايش، شنو فيها هذه الهبه؟ شنو المواد اللي فيها؟ عندنا رسائل اللي كيشكر الرئيس، كيشكر الناس اللي سردوا الهبه للمدينه ديال القصر الكبير باش يستافدوا منها الناس. الرئيس كيقول قبيله في الدوره ان هذه الهبه جابها وكيعترف انه جابها على اساس انه غادي يحطها في المستشفى ديال القرب، مع العلم ان المستشفيات اللي كتكلف بهم هي وزاره الصحه. الاحياء الهامشيه كانت هذه نقطه مهمه، واستطاع الرئيس انه يجيش بعض الناس يجيبهم باش يكموا الافواه ديالنا، ولكن حنا نقولوا الحقيقه، واخا الناس حنايا كنمثلوا الناس، كنمثلوا الساكنه، كنمثلوا الساكنه وبغيناهم يعيشوا العيش الكريم، بغينا اي سكنه اي منزل يكون كيتوفر على الضوء والماء، ولكن ما يمكنش نبقاو حنا مساهمين في البناء العشوائي ديال هذه المدينه، هذه المدينه ما توليش حاضره، حنا دائما غنبقاو بحال اللي عندنا قريه كبيره. حنا الرئيس يجي في الحمله الانتخابيه يشجع الناس على البناء العشوائي ونجيو نديروا اتفاقيه باش نمشيو للوكاله وندخلوا الربط للناس، هذا الشيء لا يعقل. قلنا طلبنا من الوكاله الحضريه تكون حاضره، الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء تكون حاضره، ما حاضر حتى شي واحد. اللي حاضر هو الاتفاقيه جابها الرئيس، جاب مسوده حطها لنا قال كنتفقوا عليها. حنا ما موافقينش، حنا متفقين على ان هاد الناس يستافدوا من الضوء والماء، ولكن ما نبقاوش غادا في هاد العشوائيه وهاد الارتجاليه الى متى؟ اليوم كنا في دوره استثنائيه 18 يوليو 2023، هي دوره سياسيه بامتياز، هي دوره ديال صفيه حسابات سياسيه، هي دوره لتكميم الافواه ديال جميع الاعضاء الذين يقولون لا. اليوم كانت نقاط في دوره استثنائيه في نقاط جد استثنائيه، اهم النقاط الاساسيه في الدوره هذه هي نقطتي إقالة كاتب المجلس وإعفاء مندوب الجماعة من مجموعة واد المخازن وكذلك الهبة. الهبة من ضمن النقاط الأساسية التي أفادت الكأس، أن الهبة السيد الرئيس قام بحيازتها في 2018، تصرف بها بطريقة غير قانونية بدون إخبار السلطات الإقليمية والمحلية وكذا أعضاء جماعة القصر الكبير. بعد خمس سنين سيد الرئيس كيجيب لنا الهبه بعد قيامنا كمؤسسات كمنتخبون كقيام حزب التقدم الاشتراكيه بطرح سؤال داخل البرلمان على وزير الداخليه بالهبه والمسار ديالها، قيام بعض الاعضاء ديال الجماعه بمراسله السيد العامل وكذلك الجهات المعنيه حول المآل ديال هذه الهبه هذه. اليوم عاود كنتفاجئوا كذلك بواحد التخريجه كيبان ماشي قانونيه، كذلك الإقالة ديال كاتب المجلس هي إقالة سياسية، التعليلات اللي جاب السيد الرئيس هي تعليلات واهية، تعليلات معيبة من الناحية القانونية، لأن القانون يتحدث على الغيابات المتكررة، القانون يتحدث على عدم حضور السيد كاتب المجلس، القانون يتحدث على الخطأ الجسيم، التعليل اللي جاب السيد الرئيس أربعة تعاليل هي تعليلات معيبة، من رؤية من وجهة نظر ديالنا حنا، نحن نحتكم لمؤسسة السيد العامل ولنا الثقة كذلك في كافة المؤسسات الوطنية، وشكرا لكم.